الملك الأحمر، وين الملك موجود؟ في مصر الخلفي. ما تحكي يعني؟ تحكي له حرف نص كلمة ما أكيد راح تسمع، أما تسكت ما تسمعون. شايفين عندنا طبق منبري نافذة نصفية، شايفين الأطراف نبدأ نحط المادة بديلة. ما شوية حامل يكون مليء في كل الأبيات القلب أو قسم يسكن الكبد وين الأعضاء لو يزداد الأسود كان يكون مليء وهي المريء أعضاء ناصر القطار شحن حتى تجد أعضاء مستعد من ذلك في وين مستشفي بلش معنا جزء من المعدة الإجابة في الكبد المعدة شوفها بنص بلش الأبار مرة مريضة مادة ضريئة طبيب جراح دائما يكون الطبيب الشرعي
في طلبة الشعر أن حددته هل يوجد اكتناف؟ هل يوجد اكتناف في الأوعية المسائية وغير ذلك؟ لأنه إذا راح في اكتناف الأوعية يكون استئصال ورم كثير صعب. هاي الشفيت قد نعلم بكذبت مر بين الأوعية المسائية والأبهر عدة هنا منها قطع رابع زميلي صحيح صح نقطة يمر معنا النقطة العفش أحيانا يصير في تكون الزاوية لا بس على شو غلط في حاجة تعمل عملية انسداد جزئي متلازمة من مسارية رمانية تغير في هذه الزاوية لما ضاربها قطع رابعة العفش بيعملها انسداد ونجي البطل السلام عليكم كمان تحت هون الوريد الكلوي صح؟ الوريد الكلوي دائما الأعضاء من جهة اليسرى تكون شائعة تكون فيها الدوائر أكثر لأن الدوائر تكون أفضل لأن الأدب موجود دائما فكون الوريد لها عظمة في الدوالي والتوسط وقصور الاستعمال دائما الدوالي المنوي من يسار أشياء صح؟ اللي بعده نفس الموضوع أرضى الفوق مقدم جزء الرمى النووية في ليش؟ ماذا ضلينا؟ ماذا ضلينا؟ حكينا عن كتابات الخمس الشريرة بالأشعة كتابة الجسم الإلكتروني بالأشعة العالم كتابة المرئية المادة العضلات الأمر كتابة الثانية كتابة العظم كتابة الثالثة كتابة الشحم وكتابة الغاز الهواء كل ما زاد الوزن الفردي للجزيئة تزداد امتصاص الأشعة وذلك أقل الألم وذلك المواد الضليلة هي مواد ذات وزن ذاتي عالي عكس الهواء والشحم اللي يكون هي خفيفة الوزن الذري وذلك تختلف الأشعة ونصب ملايين انتشار الأشعة سينيا مثل الناس لما تواصل فيها اللي بعد من الآخر خلف القلب صح؟
تم حدود القلب. الآن فالحفظ خلف التحفظات دليل على المعيدة فيها خلفية كثير مهم خاصة القصة ليسا وكتاب حفظ القلب نبيه معه وصدقنا نبيه معه نشيه حفظ القلب. هنا نريد الأسئلة نموذج دليل بعد كمان ثلاث أيام ثلاثة خمسين في فرق في الوظائف صح ولا لا؟ كتاب الشعراء والجانسة قطعت فيها جملة حواف من بعضها المسلم تمحى حدود القلب والغلاف من فيه وبلا حاجز. أنا بدي مصطلحات شعراء وبدي علامات شعراء. إذا قرينا الصورة وعرفنا العلامات الشعراء بشكل مضبوط دائما المقدمات السليمة تقول إن غير سليمة. إذا عرفت العلامات الشعرية من خلال دراسة العملية اللي أخذناها فإحنا نتوجه لوين؟ للتشخيص السليم. المقدمات السليمة تقول إن غير سليمة. حواف مقعرة لا على الجنس كثافة الطبيعة المرئية انغلاق الجيب شو معنى؟ سؤال سؤال جنبي التناظر جنبي زين؟ الامتحان يقول لي موضوع الشاحات وين اعتذر عن الصدر؟ لان لو انا مره حكيت بشكل الصدر انه في شاحات لما انت تحكي انه في عندنا شاحات معناته انت حكمت بكثافه انه هي اللي صح؟ تشاح اللي ما معناته احنا من نجم او وصف المنديل المره الفنجان. بدنا علامه شعريه؟ فقط بعد ثاني يمكن اما الشعريه أنا ولا برجع شفت فيه من الشاحات. الشاحات بيكون في الورق، في الفيجن، في النزل. في عندنا كتابات بالأشعة المتقدة والفرع والكتابة، بديل قوة صدوية، تغني الإشارة. في التصوير الرمضاني الأرض، في النظائر الشعر. إذا ما في شيء نزل، دائما التصوير قوة كتابة، تكثف، فرق وضوح. اللي بعده التناظر هذاك التناظر الجنبي كثافات خلاليه في قمتي الرئتين عاملات شد للصورتين للاعلى صح ولا لا؟ شد للصورتين للاعلى احنا امام تناظر خلالي الحجاب الايمن اكثر بس ما لنا شايفين الذهبي من هو الحشو هو طبقة محمولة.
احيانا عندنا اعراض صارخه الاشعه الراسيه ما بين معنا نضطر ننفخ بين 60 ملي هواء او نشيل المريض نصف ساعه 10 دقائق قبل اجراء الصوره واحيانا نعمل طرق اضطرنا نحول الهوائي لو كانت نقطه الهواء الحر بين معنا واحيانا يكون في انتقاء وما في هواء حر ليش؟ لانه يكون كمان في هدوء ذاتي بالنسبه للالتقاء وما يصير هواء حر يصير في انتقاء من هواء خلال الولادة معنا بشخصية خلال الولادة إنك عديدي على مرش شوائي بعض المسألة المتقدية بصوت عمجوة الحصي زيادة المسألة الحصية انكسار في خطش المجوم النواد توضع طبع على الربع شيء الخطة الأعلى يعقد مثل الانكسار والعقل الحصي إذا أنا أعمال شوائية مثل الولادة يا خلاص لا يكلم الله ما شاء الله سبحانه وتعالى صام إجابة كمان أنا في نسكت في فعالة تريا لا مش فعالة بس فعالة تريا في كده اليسرى استعمل الغلاف من جيب ولا الحارة في اليسرى تمنى أن حالة في القلب في الهواء أو تحت قوة الجو شايفين على راحة الحجاري في بنى انبوبية تمام لأن بنى انبوبية موجودة في قاعة الدرية اليسرى على ما ارتفع على ما ارتفع المنصب لاحظوا كيف منصب مدفوع فيها القلب بالايمن موضوع فرد الحجاري يا جماعة جيش نعم جيش أو صفر كما يكون فرد الحجاري صامت أي عرض مبهم يمكن في القطار المسالك أي أنا مسلم غير مستجيب على الأبي العربية ويتحرر من أكل لأن كان جاء صاحي في المفكر في القطار المريد المسالك لأنه كان فترة طويلة مسلمة وشخص مريض أي بي إس كمان فرط الحجابي أي عرض صدري لازم نأخذ بعين الاعتبار خاصة كان عرض مزمن وأحيانا المريض في الحالة عادية طبيعية ولكن جيد كان أن التحرر معنا ما في مشكلة فموضوع فرط أحيانا يكون صامت وما يشخص الإضرار بالإضرار إن كان ساكت الجيش يشخصون فترة مع مصنع الدولة اللي بعده الصورة طبقاً عشرين هذا هو قصة الكلوي اللي هي هذا هو بالحالة
الوتر، هذا هو الكلياس يا جماعة، هذا هو الكلر يا جماعة، ماذا حقنا لو بدون حقن؟ حقن هي الأبرة هي الأبرة صح؟ هي المرارة، هي الأبرة ضد الكبد، هي الطحال، هي الكسر، هي قسم اليدين، هي شو هذا اللي تحت الكلياس؟ هذا أي تغير يا جماعة؟ ورا مش هيعمل اعتبار
بعد سرطان الرئة وستات نشأ لو هم شوفنا لكبار العمر أي تغيير مع ذلك التموت الإنسان يصير ما لازم يعدي أمور الكرام حتى ما أنت نازلت على القواعد الطبية تعلمتها راح يكون لك كثير من المرضى وراح يطلعوا شخص أي مريض كان نقطع خط تواصل معه لا ورم الكورونا ورم الكورونا عالي ورم سيدة صعبية وصعبة من ورم كورونا شخص رقم جديد سيدة صعبية شخص عدة ريضة قصروا ورم كورونا قدروا جميع الأخوة من ورم كورونا مكالب علاقة تبوك الأصاص حتى بصور مصيرة الشرطة أنا قضية مجموعة النحاء على مهم النحاء الطبيبات الكورية والحسنة شوف من الإنسان كنوقة التمارك مكالي علامة الكوين أو الكوين علامات السداد الكورون أو لمعة دقيقة يكون مريض منتشر الكورونا أو الغاز ويكون كمان تودوا من الوسترة أو المعبارات يكون هم مرافق شوي مع علامات وضعية الارتجاع وليس الوضعية ونقوم لأن نقوم في العلاقين إيش؟ سوية بالعجل علامة الفقاعة المسوية دبل 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 أصف عفل يتجمع الهواء في المعدة والعفل شخص هذه الحالة حتى في الحياة اليومية شاهدين كمان سيدة أحداث أي سيدة أحداث استسقاء بالأغنيوسي نفكر أول شيء العفل نفس الأعمال الشهيرة اعتدال كورون الأخطاري اعتدال كورون الأخطاري علامة طبعة اللسان تكون علامات النحاء وعلامات نتيجة نقص الهواء الجوي مثل مريض المستوطة دائما في إحضار الضغط يتوجه الدم وين؟ الأعضاء النبيلة الكورونا يعتبر الأعضاء النبيلة ولكن يصير نقص التروية كما نقص التروية المخاطية يصير تموت المخاطية بعدين ترجع التروية تحسن ضغط المريض كذا يستنى التليف لأن منظر طبعة الإباقرة طبعة الإمام الحالة الدورية لاعتدال الكولون الأقطاري لبابه الهلال الغازي يا جماعة ديفريشن دائما لازم أول سؤال مثلا المريض في عمل جراحي ولا لا؟ لأنه هي ما يكون معك مفهوم المعدة مفهوم الكورونا تقطع من خشية إنه بنلعب مع 101 أو أقل من أسبوع دائما أول سؤال يا إما لما نشوف إما جراحي حديث أو عندنا ديفريشن انتقاض جانب الرضانة
إذا حددنا الأقواس الخلفية يا جماعة، أول أقواس شو هما؟ أقواس الثاني؟ اللي بعده؟ اللي بعده؟ هنا؟ أول أقواس الثاني هنا؟ اللي بعده؟ اللي بعده؟ غير صفيحة كان طبعاً بعيد كيف طلع الحد اللي بعده صورة شرعية بسيطة بسيطة صح؟ هنا كثافات بيضاوية مفصلة مصفرتين بدون رضاقامات مقالية مصفرية أول شرط الفرمان شو هو؟ السلفي كمان السلفي واحد البديل اللي عمل الخامات هو السلف البديل شايفين ماشي بيننا كمان مناطق جلدية كثافة متجانسة بطبيعة مائية حواف العلوية مقعرة من الآلة الجنسية سنة توصيل خطة موازية تنفر كبيرة القلب وتعمل من خلال مديفة من الحاجز الأيسر إحنا مستقبل العالم الطبيعي الفرنسي الشهير هو وصف خطة مرتين بداية ما كانت الأشعة يا جماعة بالإسلامية هو الجهاز في دخل الأسلامية بالخمسينيات دخل الجهاز الأشعة الثانية كان أول مرة حد يعمل شيء صدر كان يطلع الشام على لبنان صوام حلمه صوام صدر قبل وجود الأجهزة المطورة كان كثير توسع من الإشعاع التحليلية وذلك اقترح عنها مصطلحات ولا كانت موجودة بكتب المراجع الشيوعية فهذا هو خط موازي يكون فيها انصداد حر كمان السفن الماء الجوف الأعمق الأسفل خلطة موازية تجمع السائل الحر الحواف العلوية مقعرة للآلة والجنسية صح؟ طيب هذا هو الجلد وغلاها كيف ضل الحاجزي ما بيكون الحل غلاها الجلد انصداد جلد حر وحجة لكل أشياء مختلفة تعطانا المطر بهذين عمل الشبح أو الورم الكاذب حطيناكم يعني بعد شايفين الأبار كمان قليلة شايفين علامة شوي سلف الأبار سلف الأبار تشكل الهيماتوم أو حقن ما بدنا نشوف تحت البطانة تجمع الهيماتوم قليلة شايفين سلف الأبار علامة اللي بعده كانت الرؤية كبيرة تجي علامة البيضة المعلقة تبعد الرباعي الكاتوت كاف المجد البداية شو هو الإشكال البداية البداية عصبية البداية البداية ذلك الأجل البداية بدايات شباب يا شباب دائما من الاعلام والمناسبات تجينا قسم الاسعاف عند الاطفال والطفل الشرطه فورا الاهل حصلوا على منهم ان الشرطه بتحدث بجنبي جنب الفصل الفصل اليمنى هي الاكثر احترام احسن نقاط من مرفوعه للطرف الاول أغلبية السنة المالية تكون القصب اليمنى القصب العلم المحصبة بعدين الجزء القصب المتوسط السفلي الجذع قصب واحد وهي تفرعين العلامة الشعرية شوية تكون في جسم الأجنبي وغالبا ما يكون جسم الأجنبي شفيف على شعر جسم الأجنبي أو قطع معدنية في معنى علامات الثانوية التفاح بريئة تسجل بدون صمام في الاتجاه اللي الهواء يفوت عليها من غير ما ياخذ يصير التفاح لما تمشي لنصف بعد ذلك المريض التشريف الى علامه
الدور الاسلامي شديد، ما بين هذا على بعد كثير من موضوع التناظر اذا كان التناظر يعطينا وحده كبيره تكون ذكرنا ما حكينا في البدايه الصدريه موضوع فرط الوضاحه هل سد الواقع؟ عامل في ماصر عامل في ماصر دخل القصبة السفية والقصبة المتوسط والقصب السفية القصبة هنا بخضراء وذلك عمل نقص لحمالية علامات كل نفس المخاص ونفسه شايفين في كتابات الحكومية ومن السنة تدل على أنها ما نتبين كتابات الحكومية يا جماعة أي واقف في كتابات الحكومية خلف القلب وجانب وجه القلب كيف واقف؟ الجواهر ترى أنها